على مسؤوليتي الشخصية وفي كلمة ونص. الإعلان عن المدير الفني الأجنبي للنادي الأهلي غدا الأربعاء، وربما لا يزيد عن الخميس، يعني انتظروا الأربع بعد الاجتماع، ولو طول عيوب الخميس، ولكن بنسبة 90% الأربعاء. مارك روزا الأقرب لتدريب الأهلي، مارك روزا مديرا فنيا للأهلي وهو الأقرب بنسبة 90% حتى الآن، والإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الأجنبي الأربعاء بعد الاجتماع أو الخميس على أسوأ التقديرات. دي يمكن أهم الحاجات اللي في النادي الأهلي.